في مدرسة الشهيد سعيد حسن فارع بعزلة ذبحان مديرية الشمائتين تدرس الطالبات في نصف المدرسة فقط، فيما خصص النصف الآخر سكناً للنازحين الفارين من الحرب التي تشنها الميليشيات الإنقلابية على تعز. طبعاً النازحين تقريباً 12 فصل اللي هم مع النازحين، وضمينا 8 فصول أو 9 فصول للطالبات المدرسة طبعاً لفترتين، تعمل فترتين. تسبب هذا التقاسم في نقص كبير في الفصول الدراسية، ما اضطر إدارة المدرسة لدمج كل شعبتين في فصل واحد، وهو ما تسبب بازدحام شديد في الفصول، ما يصعب من عملية استيعاب الطلاب للدروس وفهم محتواها. طبعاً إحنا هنا ندرس نازحين، ومقسمة يعني المدرسة لنا وللنازحين عايشين فيها، ونحن يعني متضايقين يعني في فخ بالمعمل وبالمدرسة، ويعني سوء الفهم يعني الكثير من كثرة ازدحام الطلاب. على الجانب الآخر يعاني النازحين الذين يسكنون في المدرسة من صعوبات كبيرة بسبب افتقارهم لمقومات العيش وعدم مد يد العون لهم لمواجهة مصاعب الحياة. خرجنا نازحين فارين من بيوتنا إلى منطقة التربة، ونحن الآن من لا نجد سكنا ولا نجد حاجة، لقينا هذه المدرسة. تتقاسم الطالبات والأسر النازحة هنا المعاناة والازدحام، فضلا عن تقاسمهن فصول المدرسة في انتظار من يلتفت إليهن وينهي معاناتهن. فواز الحمادي، قناة بلقيس، بعزلة ذبحان، تعز.